السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ طيب والله الحمد. اللهم لك الحمد لك شكرا. اسمح لي سؤالين يا شيخنا الحبيب. تفضل. تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، الآيات. طيب، كان لي الآن من حوالي ساعتين من 3 ساعات محاضرة في تفسير هذه الآيات على الفيس ولا على اليوتيوب. يا عبد الرحمن، لا على الفيس، على هذه الصفحة. ارجع وراء 3 ساعات أو ساعتين، ارجع للخلف ساعتين، تجد شرحا مستوفا لهذا. لكن أيضا لا أحرم الناس من سماع مضمون الآية، والله الموفق. يعني تعلم أن النفس ضعيفة، فإذا كانت، إذا جعل الله للكافر البيت من ذهب وفضة، السقف من فضة، والسلالم درج معارج من فضة، والأبواب من ذهب وفضة، والسراير من ذهب وفضة، إذا جعل هذا للكافر، المسلم قد يرتد بسبب ذلك. يقول: أنا نايم على الحصير، مأثر في جنبي، وأكل فول مدمس وبطاطس إلى أن انتفخت، وغيري من الكفار يأكلون ما يشتهون، ونايمين على سرير من ذهب وسرير من فضة، وبيوت سقوفها فضة وسلالمها ذهب وفضة. ممكن مسلم يكفر. أي لولا أن يكون الناس على ملة واحدة، أمة واحدة على الكفر، لميزنا الكفار بهذه الأشياء. ولكن إن شاء الله أن يكون الكفار يتألمون كما نتألم، ويمرضون كما نمرض، والله أعلم. الله يكرمك.